فتوح عباس رئيس نادي الزمالك واحمد حسام ميدو. النهارده كان في جلسه كده في مكتب الاستاذ ممدوح عباس خارج النادي، مكتبه الخاص مع احمد حسام ميدو، كانوا بيتكلموا في بعض الحاجات كده، ان احمد حسام ميدو عايز يعمل بعض المشاريع لنادي الزمالك، والجلسه كانت ماشيه بشكل كويس جدا. اثناء ان احمد حسام ميدو هو ماشي فبيقول الاستاذ ممدوح عباس يعني انا اللعيب الوحيد اللي ما خدتش فلوسي او ما خدتش اي مستحقات لغايه دلوقتي من نادي الزمالك من عقده. فالاستاذ ممدوح عباس قال لميدو يا ميدو انت يعني ما اشتركتش كتير مع نادي الزمالك السنه دي، كان عندك اصابات كتير، كان مثلا وزنك زايد فما اشتركتش في ماتشات كتير، يعني نادي الزمالك لغايه دلوقتي ما استفادش منك، فبالتالي موضوع عقدك كبير جدا حوالي 7 مليون جنيه، فلازم نقعد ونتكلم في موضوع العقد ده، ان العقد ده لازم ينزل. فميدو قال له لا، ده عقد وانا ماضي مع اداره نادي الزمالك، اللي كانت طبعا الاداره السابقه كان المستشار جلال ابراهيم ومجلسه السابق، وده عقد وانا ما مش هينفع انزل. فالمهم احتد النقاش ما بينهم، والاستاذ ممدوح عباس قال له لا ما ينفعش ومش عارف ايه والفلوس كتير واحنا دلوقتي مزنوقين في نادي الزمالك انت ما يعني الزمالك ما استفادش منك يا ميدو لغايه دلوقتي. المهم الامور سخنت شويه وحصل يعني شويه كده، الاستاذ ممدوح اتعصب بشكل كبير جدا وحصل موقف كده، وميدو غادر المكتب، ودي مشاده قويه جدا النهارده، وميدو كان طبعا حزين جدا. انا عرفت الكلام ده على طول قبل ما اجي الحلقه عن طريق الصدفه، وكان حزين جدا ميدو، خرج من المكتب. طبعا انتوا عارفين ان ميدو مصاب ومش هيسافر مع نادي الزمالك لساحل العاج، عنده مشكله في ظهره في فقرات الظهر، كان في مباراه حرس الحدود كده شاط كوره فما لبستش في وش رجله بشكل كويس، فكان طلع شويه كده من على الارض ووقع على ظهره فعملت له مشكله، ولغايه دلوقتي مصاب ومش هيكون مع نادي الزمالك في ساحل العاج. ودي المشكله اللي انا حكيتها لكم بالتفصيل النهارده ما بين الاستاذ ممدوح عباس واحمد حسام ميدو، والموقف يعني كان صعب جدا في نهايته لما ميدو غادر المكتب. ويعني معرفش بقى هيحصل ايه الفتره اللي جايه، لكن الاستاذ ممدوح عباس كان حزين جدا وزعلان جدا وكان متنرفز جدا، ميدو طبعا زعل من الموقف، ولكن طبعا هي القصه كلها عقود واتفاقات، لكن الاستاذ ممدوح عباس شايف ان الزمالك ما استفادش لغايه دلوقتي من احمد حسام ميدو على مستوى اللعب، رغم ان ميدو بيحاول وبيشارك وبيحاول يخسس، وشفناه في مباراه يانج افريكانز داس على نفسه ولعب وهو احرز هدف الفوز، لكن طبعا دي حاجات داخليه داخل نادي الزمالك، واعتقد ان احمد حسام ميدو لاعب كبير ولاعب مميز واسم كبير جدا، الاستاذ ممدوح عباس رئيس النادي، واعتقد هم هيحاولوا يحلوا المشكله دي من ناحيه داخل نادي الزمالك ما بين الاستاذ ممدوح عباس واحمد حسام ميدو، والله اعلم ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. هنطلع فاصل ونرجع بقى نشوف لقاءات كاس الاتحاد الاوروبي اللي اتلعبت يوم الخميس اللي فات، 4 لقاءات هنتفرج عليهم، وبعد كده ان شاء الله نستقبل الكابتن عادل مصطفى لاعب نادي انبي.